بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع حلول امتحان المرور من السنة الأولى إلى السنة الثانية جامعي أو تكوين مهني، الهدف هو الجواب على السؤال رقم 2، كيل سوغا لو ريزولتا دو بروغرام سويفون، يعني ما هي نتيجة هذا البرنامج المكتوب 7 نقاط. وهنا سنتعلم مبدأ كما نصحتكم سابقا في الفيديوهات على القناة بأن أهم شيء هو الأطراس أو تتبع الأثر أو التطبيق الحرفي للبرامج. إذا الهدف أن سنتعلم كيفية محاكاة البرنامج بصيغة يدوية، وهو شيء جميل جدا. إذا لاحظ أول شيء سنذهب إلى مين. إذا البرنامج دائما ما يطبق الجزء الرئيسي، مين بالإنجليزي تسمى مين، يعني أساسي، يعني شاو بونسوار. سنذهب إلى الدالة شاو وسنمرر لها بونسوار. إذا هنا سنطبق إنت أن تساوي أستر لن بين قوسين بونسوار. voilà. وبالتالي النتيجة حتمية، وهي أن الآن ستعطينا عدد حروف بونسوار. إذن عدد حروف بونسوار 2 4 6 7. إذن القيمة الآن ستكون هي 7. voilà. سنمر إلى المرحلة الثانية، إي وجي تساوي 0، وبالتالي إي يساوي 0 ثم جي تساوي 0. سنمر إلى الإعادات باستعمال بوكل. لاحظ بأن إي تساوي أن إي أكبر من يساوي 1، إي موامو، وبالتالي سننطلق من القيمة. سأكتب بالأحمر أول قيمة، يعني إي تساوي 7. ثاني قيمة إي تساوي 6، إي تساوي 5، إي تساوي 4. يعني إذا أردت الجواب بسبع نقاط يجب أن تتبع هذه المراحل وتبين أنك تتقن مهارة تقفي الأثر الخاص بالبرامج. إي تساوي 3، إي تساوي 2، إي تساوي 1، الحمد لله حتى 1 آخر قيمة. إذن سندخل إي تساوي 1، سندخل سنطبق الدالة ريبليكيت، يعني سنطبق إن شاء الله الدالة ريبليكيت بين قوسين أستر دو جي. ما هو STR دو جي؟ هو STR دو 7. STR دو 7 هنا ربما هناك اي تساوي يعني جي، يعني جي STR دو جي، وجي تساوي 0، يعني ريبليكيت سنمرر له الدالة سترينغ اللي هي بونسوار دو بونسوار دو صفر، يعني اول بونسوار، يعني جي تساوي زارو، يعني بي، لان هذا بونسوار. لاحظ يعني هذا هو لانديس صفر، هذا هو تي هو لانديس واحد اكسترا. احنا ريبليكيت هذا ديالنا هي ريبليكيت دو جي تساوي زارو، وبالتالي بين قوسين ولا فاصلة، والقيمة ديال اي هي قيمة 7، وبالتالي 7. ماذا تعني ريبليكيت بي 7؟ اذا سنقوم بتحليلها. اذا ريبليكيت 7 سنرى النتيجة، ريبليكيت بين قوسين ب 7. سنذهب الى الداله ريبليكيت. الداله ريبليكيت تقوم ب اي فور اي تساوي 0 حتى ام بي، اي بلس بلس برنت بدون برنت اف، لا يرجع للصدر، برنت سي. وبالتالي سنكتب الحرف سي
ان بي ار مره وبالتالي سنكتب بي سبع مرات. اذا بي 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 جوج ربع بي سبع مرات بي. اذا الحمد لله سبع مرات بي. اذا نتيجه ريبليكيت هي سبع مرات بي، وبالتالي يمكن الرجوع الى هذه يعني هنا يساوي يعني في الشاشه انا ارى سبع مرات. رتور الالين يعني سنضطر الى جي تساوي، اصبحت جي تساوي دابا في هذه الحاله اصبحت جي تساوي جي بلس بلس يعني جي اخر قيمه جي تساوي واحد. فوالا اذن عند اي تساوي 6 سندخل. ماذا تعني؟ ماذا تعني اي تساوي 6؟ يعني إعادة ريبليكيت يعني بونسواغ دو أن سي الحرف بونسواغ، هذا بونسواغ ديال لانديس أن اللي هو حرف هو أو، وبالتالي سنطبق الدالة ريبليكيت. ريبليكيت يعني سنطبق الدالة ريبليكيت بالنسبة للحرف رقم واحد اللي هو أو، ولكن القيمة اي هي ست مرات يعني ستة، يعني النتيجة هي او ست مرات يعني او ست مرات. سنرجع لستة، ستصبح قيمة جي، قيمة جي ستصبح يساوي اثنان لان جي بلس بلس. اذن لاحظ بأن النتيجة النهائية هي ب 7 مرات أو 6 مرات. إذن كذلك غيكون إن شاء الله النتيجة هي أن 5 مرات، والنتيجة هنا ستكون أس 4 مرات. فوالا، وهنا ستكون أو ثلاث مرات. هنا اي مرتين، اي مرتين، ثم ار مره واحده. اذا ار مره واحده هي النتيجه النهائيه. اذا سنتحقق بكتابه الكود ولا للتحقق من النتيجه. اذا النتيجه هي بي 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 او 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 ان الى المطاف. اذا سنقوم، سأسمح انني ساكتب الكود للتاكد وبالتالي ساوقف الفيديو. فوالا، اذا كتبت البرنامج. فوالا، لاحظ بان كتبت الداله ريبليكيت، الداله الشاو، ثم الداله كما هو مبين. لاحظ النتيجه بي 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 او او ان اس اس حتى الار، وهي اكزاكتومون ما قمنا به، انها ستقوم النتيجه هي بي 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 او او ان ان اس حتى الاي. فوالا، اذا شكرا على الانتباه ديالكم. الحمد لله البارتي براتيك قمنا بالجواب عليها بطريقه مفصله. اذا سنمر الى البارتي الغوريتميك او بارتي سيوريك لنتعامل بها، وساضيف لكم ان شئتم بالنسبه للبارتي تيوريك ساقوم ببرمجتها بالسي ثم ساكتب الخوارزميه او الالغوريزم. شكرا على الانتباه والى اللقاء، وحد سعيد ان شاء الله في الامتحان المقبل.